كنت انت بتشتغل مع القمصان الحديدية، كنت مسمي حالك المقص. تمام تمام، بهديك الليلة اللي انقتلوا فيها الشباب كانوا مستضيفينك عنا. أنا رجعت فتحت محاضر الداخلية بوقتها، والحق يقال ما لقيت شيء. أنت ما حكيت شيء، بس الظاهر أنه أصحابك فكروك أنك تعذبت عنا، وأنه أنت اللي مخبر وحكيت عن الجماعة. جماعتك، بس مو أنت اللي خبر. اللي خبر هو رياض، بس القصة لبستك لبس. ليه؟ مالي ناطرك تأكد لي ابدا. لو قبلت مساعدتي قبل كان حالك احسن بكتير هلا. نافتح نام وارتاح يا بطل، نام. كولونيل ناطرة بونوين. الحمد لله على السلامة يا بيك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم جميعا، يا أهلا وسهلا يا أهلين. السوق كله كان خايف عليك لما سمع القصة اليوم الصبح. سيدي عمر الشاي بي رياض بيك، أنا وشي أسود منك. لا يا جميل أفندي، ليش هيك عم تحكي؟ لأنه اللي تهجم عليك كان بيوم من الأيام صهري جوز بنتي. لك يا عمي طيش الشباب هاد، هدول بيتصرفوا بدون ما يفكروا ولا يهمك. الحمد لله أنه إجت سليمة، ونحن كلنا مستنيين يجي نبارك لك بالوزارة. الله يبارك فيكم. الله يبارك، الله يبارك فيكم. الله يخلي لي إياكم يا رب. رياض بيك نوران جوا، بدي اشوفها واحكي معها شوي. كيفك ابي؟ شبك تعبانه؟ شكلي اخذت برد امبارح. طيب سلمى وينها؟ بالمدرسه؟ لا شكلك ما دريت. لا شوفي، سلمى بعتناها على مدرسة داخلية ببيروت، أحسن لها بكتير ما هيك؟ حاضر سيادة الكولونيل. وي إيفيدامون رح نبعته لعندك، بس أعطيني يوم واحد حقق معه واستكمل الإفادة الرسمية والشهود وهالإجراءات. هلأ بتبعته، عم تفهم؟ ما بتخليه عندك ولا لحظة. أكيد أكيد، أقل من ساعة بيكون عندها. العمى شو حيوان،